إذن صار عطوفة السيد أيمن المفلح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية معنا على الخط. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير أخ أيمن. صباح الخير أخت رندا. أهلا وسهلا فيك وشكرا لجهودكم، يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي عم تكون مكثفة في الآونة الأخيرة نظرا لأزمة كورونا في البلد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي، وإلكم كمان إلكم دور أنتوا الإعلام بهذه الرسائل. أهلا وسهلا. طيب خبرنا هلأ اللي شفناه نحن أنه في هناك حساب بيقدروا الناس يتبرعوا عليه، وأنتوا كمان عم تشتغلوا أيضا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، فأحكي لنا عن هذا التعاون. ستي، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي ضمن فريق الحماية الاجتماعية اللي شكله دولة رئيس الوزراء لمواجهة أزمة كورونا، ومشكل من طبعا معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر الأردني تكيت ومعالي الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ممثل على القطاع الخاص والصندوق المعونة الوطنية. نعمل ضمن فريق وعلى أربع محاور. المحور الرابع اللي هو ما يخص المساعدات العينية والغذائية، وتم تكليف الهيئة الخيرية الهاشمية بجمع هذه التبرعات من مواد غذائية وطرود صحية بعد عملية ترتيبها وتوضيبها وإرسالها إلى الأسر والعائلات اللي تستحق هذه المساعدات ضمن السجل الوطني الموحد. نعم. طيب أستاذ أيمن، هلأ الطرود هي يعني المساعدات اللي عم بتقدموها هي عبارة عن طرود عينية مزبوط؟ نعم ستي، هي الطرود غذائية وتحتوي على مواد أساسية للغذاء من الرز والسكر والزيت والبقوليات الناشفة. لا نقبل أي مواد طازجة أو لحوم أو دجاج أو خبز حتى خوفا من أن عطبها أو عدم استهلاكها للبشر، وبالإضافة إلى استقبالنا لطرود صحية. نعم. وأيضا بدأنا، وبعد الملاحظات اللي وردت من خلال بعض الإذاعات واليوم وردت من محطتكم على موضوع حليب الأطفال وفوط. نعم. الأطفال. نعم. بدأنا باستقبال هذا التبرع، ومشكورين نقابة الصيادلة تبرعوا لنا بحليب أطفال، وسيتم تزويد الأطفال وحفاضات الأطفال لهذه الفئات المحتاجة لهم. نعم أستاذ أيمن، سؤالي أول شيء يعطيكم ألف عافية وصبحك في الخير. سؤالي، كيف بتوصلوا للعائلات؟ هل هناك تسجيل معين، يعني الأشخاص المحتاجين في مكان معين بسجلوه، ولا عن طريق السجل الوطني أنتوا بتوصلوا لهم؟ سيدي، مثل ما ذكرت لك أخ هيثم، إحنا نتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال السجل الوطني الموحد، لكن أيضا هناك بعض الاتصالات سواء كان من الجمعيات أو مبادرات شخصية، نتلقى هذه المعلومات نقوم بتدقيقها من خلال السجل الوطني الموحد، وإذا كانت هذه الفئات تستحق المساعدة نقوم بإرسال المساعدة لهم، ونأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان. نعم، نقوم بالاتصال هاتفيا، حتى أن في بعض الحالات كان يطلب منا أنه نسلم المساعدة بعيدا عن بيته ونقوم بذلك. عندنا إمكانيات الإيصال للأشخاص دور تو دور، وعندنا أيضا مبادرة حب الأردن أيضا يتعاملوا معنا بتسهيل هذه العملية وتسهيل المساعدات، وأيضا هناك بعض القطاعات الخاصة اللي حاصلة على التصريح ولديها بعض الآليات الصغيرة. نعم. نقوم بإرسال هذه المساعدات إلى باب المنزل، وأيضا هناك كية أم علي تقوم بمساعدتنا بذلك والهلال الأحمر. نعم. طب أستاذ أيمن أعذرني، سوري رندا، الأشخاص اللي مش مسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية أو العائلات اللي مش مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية، يعني أنا يعني شخصيا تعاملت خلال هاي الفترة مع أشخاص هم كانوا في الوضع العادي شغالين ومستورين ومكفيين حياتهم، ولكن مع هذا الوضع بطلوا يعني قادرين إنهم يكملوا، هم أصلا مش من العائلات اللي مسجلة مع وزارة التنمية الاجتماعية، يعني فئة جديدة، هل ممكن أنه نوصل لهم؟ سيدي، التنمية، وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال أذرعها الهيئة الهاشمية والهلال الأحمر وتكيت ومعالي، نعم نستطيع أن نصل إلى الجميع، لكن ضرورة توفر قاعدة البيانات حتى يتم التأكد من ذلك بالسجل الوطني الموحد. نعم. لأنه أخ هيثم وأخت رندا،
هناك بعض التجاوزات، لكن لا نستطيع أن نعمم هذه التجاوزات. نحن على استعداد لدراسة كل حالة والتأكد منها وإيصال المساعدة، لأنه الآن نحن في أزمة وطن وليس أزمة أشخاص أو منطقة معينة. طيب عملية التدقيق قديش بتستغرق وقت؟ لأنه في كتير ناس عم بيحكوا مستعجلين، يعني قديه بياخد وقت؟ ستي أقل من 24 ساعة. أوكي. وفي بعض الأحيان نتجاوز هذه الأمور طبعاً بالتنسيق الكامل، ونقوم بإرسال المساعدة خاصة إذا يعني عرفنا إنه المعلومة أو يعني المعلومة إجت وبحاجة إماسة إلى ذلك. ممتاز. تسمحي لي كمان أخت رندا وأخيثم، في إحنا كمان بننظر لكبار السن، كمان وردت ملاحظة لكم اليوم، نحن على استعداد وأمنت اتصالات أرقام تليفون للحالات الإنسانية موجود اليوم الآن على شاشتكم الكريمة. سنتعامل أيضا مع الحالات الإنسانية وكبار السن وأيضا أصحاب الهمم الخاصة. نعم. بدأنا بالتعامل مع المجلس الأعلى للمعاقين. أوكي. بالتعامل مع أصحاب الهمم وتزويدهم بالمساعدات اللازمة. إذن أنا لازم أنوه إنه الأرقام اللي عم تظهر هلأ على الشاشة هاي الأرقام للأشخاص اللي بحاجة للمساعدة من الفئات اللي ذكرها السيد أيمن. ممكن ترجع تطلع الأرقام مرة تانية لو سمحتوا، تواصلوا على هذا الرقم إذا كنتوا بحاجة لأي مساعدات. هاي الأرقام هي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، رأسا بتتم التحقق من البيانات، وزي ما حكى السيد أيمن ممكن أقل من 24 ساعة تتحقق البيانات، وهم في عندهم كتير أذرع بتقدر توصل هاي المساعدات سواء صحية للأطفال أو أيضا عينية. فنتمنى أنه أي شخص بده مساعدة ما يتردد يتصل على هاي الأرقام، حتى لو لقيتوها مشغولة هلأ ضلوا اتصلوا كمان شوي، لأنه كمان في أرقام للناس اللي بتحب تتبرع. نعم. طيب نعم رند، بتعرفي أستاذ أيمن كمان إذا بتسمح لي بحب أنوه للأشخاص، يعني على موضوع الأشخاص اللي ممكن أنهم يتجاوزوا، هو مش محتاج ولكن بيستغل، لأنه ناس كثير تستغل ظروف معينة، فبيروح الخير لحدا عنده طبعا. بتستغل المساعدات، تستغل الهيئات اللي بتساعدوا، احيانا بيستغلوا الاشخاص سواء ناس هم متسولين او اشخاص هم بدون ضمير او بدون اخلاق. ف يعني يا ريت العائله او الشخص اللي بحس انه هو مش بحاجه وبده بس يستغل، يفكر انه هاي اللقمه اللي عم ياكلها او هذا الدينار او هاي الماده الغذائيه اللي هو عم يستهلكها هو مش بحاجتها، هو اخذها من فم عائله فعلا محتاجه، بجوز هي على المحك، وهي وضعها كثير خطير، لانه انت بس تستغل المجهود العام والجهد العام اللي عم بصير. فخلينا بجوز نكون شوي يعني انت شوي اخذت مظبوط، هيدا اخذت، بنقول له انت اخذت اللقمه من ايد انسان، شخص مسن، اخذت من ايد انسان عنده اعاقه، من فم طفل أخذت هذا. نعم. الحق. نعم. في كتير ناس سألوا، تفضل. بدي أسأل بس أستاذ أيمن، كيف تتعاملوا مع هاي الحالات إذا ثبت إنه يعني وصلت مساعدة لأشخاص مش محتاجين؟ سيدي أكيد يعني بالظرف الحالي رح يتم التنسيق مع الحاكم الإداري والتنمية الاجتماعية لأخذ، خاصة إذا كانت الجمعية اللي تتعامل بهذا الموضوع وليس أشخاص. نعم. والحمد لله يعني لغاية الآن ما طرحنا لهذا المجال، بس الأمور ممكن أنها تكون يعني في هناك أي احتمالية لهذه الأمور بعملية المساعدات بكافتها. بدي أحب أنوه أن هناك أيضا حساب الخير موجود لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا للتبرعات النقدية للفئات اللي تضررت أكثر شيء، من ليعتمدوا على قوت يومهم ودخلهم اليومي، سواء كان سائق التاكسي أو النجار أو الطوبرجي أو العمال، فهدول أيضا مستهدفين من حساب الخير من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك قواعد بيانات تم جمعها، وأعتقد في الوقت القريب سيتم توزيع بعض المساعدات الطارئة لهم. طيب أستاذ أيمن، في إجانا مكالمة قبل شوي من الولايات المتحدة من أوهايو، فهي سيدة أردنية مع مجموعة من العائلات الأردنية كتير حابين أنهم يساعدوا العائلات اللي بحاجة هون. من وين يعني، هل يتصلوا على هاي الأرقام؟ هل في حساب موجود رأسا يحولوا له؟ يعني شو أسهل طريقة للناس اللي بدها تدعم وتساعد؟ ستي أشكرك على هذا السؤال، لأنه هذا بيفتح لي مجال أنه أتحدث على موضوع التبرعات. بالنسبة للأخت اللي من أوهايو، إذا بتزودوني رقم تليفونها عشان نبعث لها التفاصيل البنكية من خلال الحوالي البنكية، أو تستطيع أن تزور الموقع الإلكتروني للهيئة، وموجود هناك
التفاصيل البنكية لعملية التحويل. نعم. موجود رقمها، موجود رقمها أستاذ أيمن. المعدين الشباب ببعثوا لك يا اليوم إن شاء الله. إحنا بنبعث لك مباشرة بعد الفقرة، ببعثوا لك رقمها إن شاء الله سيدي. بالنسبة للتبرعات أخ هيثم وأخت رندا، نعم تلقينا تبرعات، لكن بحب أن أنوه أنه نحن بحاجة إلى أكبر وأضعاف مضاعفة من هذه المواد لحتى نقوم بسد الحاجة لمواطنينا اللي بمروا بهذه الأزمة. ناهيك أن هناك شهر رمضان المبارك على الأبواب. أيضا هناك تعاون وثيق جدا وكبير مع منصة نوى، وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وهي التي تقوم بتأمين هذه الطرود. نحن الآن بكامل قدراتنا وكامل طاقاتنا نعمل من خلال منصة نوى، وبالتالي نحث القطاع الخاص، المؤسسات، الأفراد أن يقوموا بالتبرع المواد الغذائية حتى نقوم بإيصال أكبر عدد ممكن لمواطنينا بغض النظر وين ما أينما كانوا، ونصل إلى جميع المحافظات، لأن هناك آليات من قوات الدرك تتعاون معنا. اليوم وصلنا 18,000 طرد ل 18,000 عائلة من حوالي 10 أيام، واليوم ستنطلق قافلة ب 3,000 طرد لمعظم المحافظات باستثناء إربد حتى يتم التنسيق مع الجيش. وللعلم بالأول أمس تم إرسال كمية كبيرة من المساعدات إلى مدينة، إلى محافظة إربد. نعم سيد أيمن، ممكن تذكرنا بالموقع الإلكتروني للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لأنه شفت أنا أنه الحساب البنكي موجود هناك، التبرعات عشان الناس بيقدروا يودعوا بالحساب البنكي عندكم، بس استقدر تذكرني بالموقع الإلكتروني؟ هو إما بنكتب باللغة العربية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أو باللغة الإنجليزية jhco.org. jhco Jordan Hashemite Charity Organization. jhco.org. jhco.org بتلاقوا هناك حساب للتبرعات موجود، تقدروا تودعوا فيه حسابات. وحتى يعني نحن نشكر كل شخص عم بتبرع، كل اللي تبرعوا، وكل الناس اللي بيقدروا يتبرعوا بأي شيء أنتم بتقدروا عليه. ممكن تضمنوا تكفلوا عائلة لعدة أشهر، عائلتين، ثلاثة، زي ما أنتم شايفين بهاي الظروف الصعبة إحنا بحاجة للتكافل الاجتماعي. نعم. شكرا. نعم أستاذ أيمن، سؤالي يعني نحن ما في حدا في البلد أو في العالم حتى بتوقع ممكن يتوقع كم الفترة ممكن إنها الطول، إحنا ما يعني ما بنعرف. هل هناك مثلاً خطط مفكرين؟ يعني إحنا كنا في مرحلة صدمة أولها، بعدين بلشت الإجراءات تشتغل شوي شوي. مفكرين مثلاً في هاي الخطط لإمتى؟ مدة أسبوع، شهر، شهرين؟ شو الخطط ل يعني لقدام؟ سيدي إحنا نعمل الآن على خطة مدتها 3 شهور. وإن شاء الله نأمل أنه تنتهي هذه الأزمة وهذه الوضع، لكن في حال قربنا إلى مدة الشهرين سنقوم بالتمديد والتخطيط لمدة 3 شهور أخرى، فنعمل على مستوى أو فترات 3 شهور كل مرة، وبالتنسيق مع فريق الحماية الوطنية، وقادرين على التكيف مع أي وضع ممكن قد يطرأ. نعم. وإن شاء الله أنه بتمر هذه الأزمة على خير، ونكون صامدين وواقفين، ودائما إحنا بنعول على النشمة والنشمية وهمتهم معنا ومع الجميع أيضا. نعم يعني بالفعل أستاذ أيمن، يعني كتير إحنا شاكرين لجهودكم بهاي الفترة الحرجة بالتحديد، لأنه أنتم تأسيسكم من 1990، فإلكم يعني سنوات 30 سنة بعمل الخير ولجهات عديدة بالأردن. بنشكر دائما جهودكم، ونحن اليوم من خلال هاي الفقرة كمان بندعو عن جد إحنا بحاجة للتكاتف الاجتماعي، بحاجة لمؤازرة هاي الأسر، لأنه بالفعل في قصص كتير محزنة، وناس يعني بتقول الله بيعلم إحنا الباب مسكر علينا، انقطعنا من كذا، انقطعنا من كذا. فإحنا هون بنقول لكل الأردنيين، كل الأردنيين اللي بالخارج اللي بيحضرونا من الولايات المتحدة، من كندا، من أستراليا، من وين ما كنتوا، بتقدروا تتواصلوا على موقع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية jhco.org، وتودعوا بحساب الهيئة اللي هو راح يكون بالفعل ضمن معايير عالية جدا من الأمان، معايير عالية جدا أيضا من التعقيم والصحة، توصل هاي الطرود للناس اللي بالفعل محتاجيتها. وهي الموقع الإلكتروني عم بتطلع على الشاشة. نعم. وأيضا ست رندا ممكن طبعا كمان يتواصلوا مع حساب الخير اللي موجود في البنك المركزي، أو من خلال إيفا وتيركم للأردنيين بالبلد.
نعم. نعم. أوكي. نعم. هي موجودة على أي فواتيركم بتخيل على تحت بند نوا صح؟ نعم. نعم. يعني كل هاي ينابيع تصب في في محل واحد أستاذ أيمن؟ نعم ستي، كلها لمصلحة المواطنين وخصوصا عمال المياوم من كافة الفئات، سواء كانت تبرعات غذائية تتحول طرود ونقوم بشرائها من السوق المحلي، وأيضا نحرك العجلة الاقتصادية للأوضاع الحالية، وتوزيعات نقدية طارئة من خلال حساب الخير وزارة التنمية. شكرا لكم رائعين، عن جد نشكر جهودكم، يعطيكم ألف عافية، مباركة هاي الجهود، ونتمنى من جميع اللي تبرعوا ونشكركم، نتمنى لكم الصحة والخير وتلاقوا هذا الخير بأولادكم بأيامكم، ونتمنى المزيد أيضا من الناس اللي يتبرعوا لحتى نقدر نساعد هالأسر ونحمي هالأطفال وكبار السن أيضا والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأقل بهيك ظروف يكونوا على القليلة شبعانين، لأنه بالأردن ممنوع حدا ينام جوعان بوجود الشهامة والنخوة وأهل الخير دائما. شكرا أستاذ أيمن المفلح، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ أيمن، الله يعطيك ألف عافية. يعني بتعرفي رندا، بحب يعني أحكي فكرة إنه لما حكوا إنه الجوع كافر، يعني الناس اللي حكت إنه الجوع كافر هو ناس صدقت، لأنه فعلا الجوع رح يخلي الناس تطلع من بيوتها تدور على لقمة العيش، رح تخلي الناس كل واحد يتصرف بالشكل اللي هو بحسه مناسب، في ناس رح تتصرف بشكل إيجابي، في ناس رح تتصرف بشكل سلبي، لأنه فعلا الشخص اللي مش قادر إنه يطعمي أولاده ممكن يعمل أي إشي عشان يطعميهم، فيا نحن منوصل له يا اما رح نتركه بفراغ بينه وبين نفسه، لانه فعلا الناس ممكن انها تنام على الحزن، بس صعب انه تنام على الجوع طبعاً. وصعب تنام على الجوع اكثر من ليله كمان. فالفكره كثير مهمه، وبتمنى انه قد ما بنقدر يعني نحن بهي الفقره، يعني نحن عم نستحدث اشياء جديده في هاي الفقره، خليك بالبيت، وعم تاخذ جزء الحيز الاكبر من برنامجنا كل يوم، ومثل ما عم بتشوفوا نحن كل يوم عم نحاول انه نتاقلم مع الوضع الجديد في هاي الفقره، نعطي مساحه اكبر لحتى نسمع اصواتكم، لحتى انه نشبككم مع المبادرات والمساعدات اللي عم بتصير، عم بتكون نعم. مرنة هاي الفقرة بقدر المستطاع، انه حسب الحاجة بالضبط، وممكن بكرة يكون في اشياء تانية وبعده اشياء تانية نعم كمان. لانه دائما احنا بيجينا كتير اتصالات، واحنا دائما بنحاول بهذا البرنامج يعني بكل جهدنا انه احنا نلبي احتياجات الناس، شو ما بيطلع احنا جاهزين. فالارقام للاشخاص اللي بدهم المساعدات رح تضلها ظاهرة اليوم خلال البرنامج، سواء كنتوا حابين تتبرعوا يا رب يجزيكم كل خير وكل راحة بال وكل صحة تشوفوها بولادكم واهلكم وحياتكم، للناس اللي بدهم يتبرعوا، فكل شخص بده تبرعات او بده هو يتبرع، الارقام راح تكون معنا على الشاشه خلال فقرات دنيا يا دنيا لليوم الثلاثاء 7/4/2020. ان شاء الله يكون يوم خير ويوم عطاء ويوم محبه عليكم جميعا.